مساء الخير. ضيف النهاردة شبل ابن أسد. قال لأ مليون مرة في حياته ودفع ثمنها غالي قوي. محمد مصطفى شردي. ايه السسبنس ده؟ ايه رأيك؟ ازيك يا محمد؟ اخبارك؟ كل سنة طيب. وانت طيب. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه اصعب لأ قلتها في حياتك؟ لأت كتير بس اصعب لأ هي لأ مش هشترك في مهزلة انتخابات 2010 وهأصر على الانسحاب مهما كان التمن. كان التمن هيكون كتير قوي الحمد لله على حصل. الحمد لله. حب ننزل تحت؟ يا ريت. تحب النط ولا ننزل على السلم؟ لا انا ممكن انط. ايه رايك؟ طب ايه رايك؟ لا مع عمرو الليث. عمرو الليث. لا ورجعنا لكم من تاني مع محمد مصطفى شردي. ولا محمد احنا من فضلك في كارت قدامك مكتوب عليه كلمة لا، دخليه معاك عشان ده هتستعمله مرة واحدة بس في الحلقة. لو في سؤال أنا سألته لك مش عايز تجاوب عليه هتقولي لا، بس مرة واحدة بس. مرة واحدة بس. بس فأرجوك. طب والصحوبية اللي بيننا مفيش مرتين؟ لا هي مرة واحدة بس. مش هتستخدمه فأدي الحدود، فمن فضلك يعني خلي بالك. طيب. هنبدأ أول فقرتنا نعم أم لا، الإجابة بنعم أم لا، وبعدين إن شاء الله هنبقى نعرف الجزء الثاني لا ليه نعم ليه. جاهز؟ جاهز. طيب اللي بتعمله فينا بقى هنعمل فيك. انت كومبارس لعمرو اديب؟ لا. الوفد كان كومبارس للحزب الوطني؟ لا. تقدر تقدم برنامج لوحدك؟ نعم. الوفد لا يستطيع ان يحصل على اغلبيه بسبب ضعف اعدائه سياسيا؟ لا. هل بتعيش في جلباب أبيك المرحوم مصطفى شردي؟ لا، بس أنا لي الشرف أن أنا ابن مصطفى شردي. نعم. الوفد ما يزال يعيش على أمجاد الماضي؟ نعم. شيء سيء أن الوفد لا يجد من أعضائه مرشح للرئاسة؟ لا. دكتور السيد البدوي اشترى حزب الوفد؟ طبعا لا. في كتير من أبو العربي؟ اللي هي الفخر. نعم. نعم. بتكذب او بتضطر للكذب؟ بالتاكيد احيانا. ولا لا؟ احيانا طبعا. نعم. نعم، انت لازم نكون صادقين يعني مفيش بني ادم ما يضطرش. النظام السابق عاقب بورسعيد بسبب محاوله اغتياله؟ نعم. السويس وخط القناه هو المفجر الحقيقي للثوره المصريه؟ نعم. رحت السويس اثناء الثوره؟ لا. ميدان التحرير خطف الشهرة من ميادين السويس؟ نعم. تتوقع ان بورسعيد تعود مدينة حرة مرة تانية؟ نعم. مصر في طريقها للانهيار الاقتصادي؟ لا. رامي لكح طلب مرة انك انت تكون مرشح الوفد للرئاسة، تفتكر ده ممكن دلوقتي؟ لا. انس الفقي حبسك في مبنى ماسبيرو؟ نعم. السيد البدوي لا يستطيع الترشح رئيسا لان مؤهلاته لا تمكنه من ذلك؟ لا. السيد البدوي شارك في تصفية جريدة الدستور؟ طبعا لا. نفسك تبقى رئيس الوفد؟ لا. نفسك تبقى رئيس تحرير الصحيفة اللي اسسها والدك؟ لا. السياسة الاعلامية للتلفزيون المصري كما هي قبل الثورة؟ نعم. توقعت ان زميلك أسامة هيكل يجي وزير اعلام؟ لا. حسيت بالغيرة من اختيار أسامة هيكل وزيرا للاعلام؟ لا طبعا. زميلك منير فخري عبد النور عمل حاجات ملموسة في وزارة السياحة؟ نعم. دكتور علي السلمي يقدر ينقذ حكومة شرف؟ لا. الوفد متحالف مع المجلس العسكري؟ لا. الوفد بيغازل الإخوان والسلفيين؟ لا. استوليت على بعض أراضي الخريجين؟ لا.
ممكن تسيب عمرو أديب وتقدم برنامج لقناة الحياة؟ بالتأكيد لا. مش بتقدم برنامج مستقل في الحياة لأن البدوي مش مقتنع بيك؟ لا طبعا. هتدخل الانتخابات البرلمانية القادمة؟ اسمح لي استخدم الكارت في الصدر. استخدمه. محمد شردي اعترض على هذا السؤال ويتم حذف السؤال من مضبطة البرنامج. نطلع فاصل ونرجع تاني عشان نشوف محمد مصطفى شردي قال لا ليه وقال اه ليه. فاصل انا عارف. لا مع لا. رجعنا لكم تاني مع محمد مصطفى شردي ولا. اولا الفقره دي اسمها لا ليه. بتقول لا ليه عاده يعني؟ اي حد بيقول لا او نعم طبقا لمبادئه واعتقاده او ايمانه الشخصي بحاجه. مش لازم يعني بقول لا. ونسبه لا بس خد بالك انا نعم أسلم. ولا نعم لا نسبه لا اكتر من نعم طبعا. كم في الميه تقريبا؟ انا بص انا الشهر ده 25 سنه معارضه صحفي. فانا متعود اقول لا كتير جدا. فمش هتلاقي نعم دي بتطلع بسهوله يعني. قلت لي لا انا مش كومبارس لعمرو اديب. امال ليه بنت تطلع مع عمرو اديب ويبقى هو دايما مستحوذ على الفقرات او هو المستحوذ على التقديم؟ انا ما غيرش من حد في حياتي ابدا. وانا اعلم ان عمرو استاذ في برنامجه. وانا دخلت القاهره اليوم لان انا صديق المجموعه جدا وعمرو قال لي تعالى ولازم تيجي يوم في الاسبوع وكنت واقف معاهم وانا بعتبر ان احنا عيله في القاهره اليوم اسره. انا عمري ما بصيت لعمرو على ان عمرو اخد سوكسي وانا شغال له كومبارس خالص. قلت لي لا الوفد ما كانش كومبارس للحزب الوطني رغم ان كان معروف ان في صفقه بين الحزب الوطني وبين الوفد. حته الصفقات دي غير صحيحه. الحزب الوطني بتحاول دائما ترغيب او ترهيب اي حد يعمل بالعمل السياسي من ساعه ما هم طلعوا ومن ساعه ما عاد الوفد الى الحياه السياسيه. احنا ما اشتغلناش كومبارس، احنا كنا بنحاول نشتغل سياسه في ظل سقف مضغوط بيه علينا جدا جدا جدا. والسياسه تختلف في العمل لانك انت مضطر تقعد قدام عدوك او شخص منافس ليك وتتكلم معاه. انما كومبارس ليهم لا ابدا. قلت لي نعم الوفد ما زال يعيش على امجاد الماضي، طب فين الجديد؟ احنا مش طالعين نقول ناويين نعمل، لا ده احنا خلاص عملنا انجازات فعلا موجوده. والانجازات دي تناولناها عبر السنوات ووصلنا لمرحله وقناعه ان احنا لو حبينا وخططنا صح مصر فعلا تقدر، ما احنا عملناها قبل كده. فبالتالي احنا بنعيش على الماضي لان انت اسم ليه جذور، انت اقدم واعرق اسم موجود في الوطن العربي كله. بس انت قلت لي برضه يا محمد ان الوفد لا يستطيع ان يحصل على اغلبيه بسبب ضعف اعضائه السياسيين، امال ليه مش ممكن ياخد اغلبيه طالما هو حلك له قلت لك لا قلت لي لا ليه؟ لانه ما حاولش. انا اعترف لك احنا عندنا اخطاء كثيره جدا داخل الحزب، عندنا مشاكل بنحاول نحلها، واحنا مع الرئاسه اللي فاتت من سنه قلنا يا جماعه احنا عندنا حاجات بنحاول نظبطها داخليا. انما ده هياخد وقت، احنا مش هتظبط في يوم وليله. انما كحزب بلا ادنى شك من الاقوى والاعرق، وعندنا ما يكفي من الاعضاء ان احنا نشتغل، محتاجين الخطط، محتاجين الترتيب الداخلي بشيء بنظره واعيه اكتر، محتاجين الاهداف، وده بدا يتعمل بسرعه شديده جدا مع التغييرات الاخيره. بس مش غريب ان كنتوا لغايه النهارده مش لاقيين مرشح للرئاسه؟ بص احنا مش لاقيين مرشح واحد، انما احنا عندنا جوه الوفد 20 30 واحد ينفعوا يرشحوا نفسهم. وكان في خطه كنا ناويين نتبعها وعلنا عنها من الاختيار الداخلي لمرشح الرئاسه نيابه عن حزب الوفد. انما في الفتره اللي فاتت احنا قررنا ننتظر شويه لان احنا عملنا الهيئه العليا وعندنا شخصيات عامه كثيره. فدي متوقع دي مثلا تاخدوا حد من الاسماء انا اعتقد بارزه ويترشح على قوائم الوفد؟ انا اعتقد ان هي دي طرحت ان يكون في حد من خارج الحزب شخصيه قويه جدا او شخصيه مرشحه واعلنها الدكتور سيد البدوي وان احنا نجيبه في الحزب وهنقف. هل هو السيد عمرو موسى؟ طرح اسم عمرو موسى ده بالتاكيد. وهل تم اتفاق؟ لا اعتقد. لا اتفق. طيب قلت لي لا الدكتور سيد البدوي ما اشتراش الحزب رغم ان صديقنا المشترك الاستاذ رامي لكح مره في حوار معايا اظنك تعرف ده قال انه حول حزب الوفد الى
جزء من شركة سيجما للأدوية. رامي عنده قلب طفل بيزعل منك تلاقيه يقعد يقول كل حاجة، يحبك بيقول أحلى حاجة. بس يقول الصدق ولا مش بيقول الصدق؟ في الحتة دي جنبه الصواب. أنا مش هقول صدق وكذب، إنما جنبه الصواب. ليه؟ لأن السيد البدوي نجح على أدايا في حزب الوفد، يعني نجح. ما أنا كنت موجود، ما أنا أول واحد من القيادات اللي وقفت وأعلنت أنا مش هقف مع محمود أباظرة مصداقتي العزيزة جدا واعتزازي بي، وإن أنا أرشح السيد البدوي رئيسا لحزب الوفد. كويس؟ وأنا راجل موجود في الحزب ومتابع جوه الحزب. لا مش كده. ممكن تكون في سلبيات للدكتور سيد بدوي، كل واحد ليه سلبياته، كل واحد ليه ايجابياته، بس ده مش معناه ان هو اشتراه، لان كلمه زي دي فيها اهانه لينا احنا كاعضاء حزب الوفد قبل ما تكون فيها اتهام للدكتور سيد البدوي. وانا لا اسمح لاحد ان يهين اعضاء حزب الوفد، لان لو رامي لكح بيقول هذا الكلام عن سيد البدوي فهذا معناه انه زي ما اشترى حزب الوفد اشترى رامي لكح، وانا ما اقبلش ان حد يشتري اخويا رامي. البعض بيقول ان محمد شردي هو رجل سيد البدوي في حزب الوفد. لا ليه؟ طب ما انا بقالي دلوقتي 4-5 أشهر ما بدخلش الحزب كتير، وانا من بعد الانتخابات اللي فاتت يمكن ما دخلتش الحزب 4-5 مرات الا ايام المظاهرات فقط لا غير. من بعد الثورة انا ما دخلتش والحزب شغال. انا لست راجل احد. قلت لي نعم كدبت او اضطريت ان انا اكدب. ايه الكدبة بقى اللي كدبتها وندمان عليها قوي؟ مفيش بني ادم ما اضطرش احيانا ان هو يكدب. يعني كدبت على ابويا مرة، كدبت في الجامعة مرة، اكيد لازم. على مراتك كدبت؟ مفيش حد ما كدبش على مراته، بس انت كده يعني ده احنا في رمضان يا اخي، حرام عليك. ده كده حرام مخصوص في رمضان. قلت لي نعم ميدان التحرير خطف الشهرة من ميادين السويس. ده صحيح، لان ميدان التحرير كان الاقرب للاعلام، كان الاقرب للقيادات السياسية، وكان اكتر مجموعات من الناس اللي متجمعة فيه، فاكيد هو خطف ده واستمرت، وهو اصبح رمزا للثورة ليس بالضرورة مركزا للثورة. قلت لي نعم أنس الفقي حبسني في مبنى ماسبيرو. حبسك ازاي؟ هو مش حبسني، هو عزمني يوم 25 بالليل. وطلبنا هتيجوا، يعني انا ورامي هتيجوا ولا نبعت لكم عربية؟ فطبعا هي بالبوكس بقى، بص هي بالذوق جدا كده، وانا ما اخافش من حد، وانا خلاص انت نزلت يوم 25 طلعت كل اللي في صدري ضد الناس دي كلها واللي شفته منهم يعني. فروحنا فقعدنا، وكان انس لابس ترينج ازرق اه، كان قاعد على الشمال ومربع، وقعد معانا 3 ساعات بين الترغيب والترهيب والتهديد. قال لي بص انت عندك مراره ان انت الانتخابات، طب ما احنا قلنا لك خش الاعاده، وقلنا لك خش الاعاده وهننجحك وخليك قاعد في البيت. وده صحيح، تعرض عليا كل ما يمكن ان تتخيله، وتهددت بما كل ما يمكن ان تتخيله يوم الاعاده. حسني مبارك بيقول لك انزل خد صورة واحدة، انت الوحيد الوفدي اللي رافض، انزل انت فاهم. فانا اعتزلت السياسة يومها وبعدت رسالة على الموبايل الى زكريا عزمي، قلت له وصل رئيس الجمهورية لقد قررت اعتزال السياسة احتراما لاسمي واسم اسرتي، وارجو احترام قراري علشان ما اضطرش ان انا انزل علشان انقذ زي ما هم بيقولوا. وعرض عليك فعلا يوميها انك انت تنزل تقدم برنامج مصر النهارده مكان محمود سعد؟ اه. هي المساله في ايه؟ قال لي بص الانتخابات هتحصل تاني. يعني بيحاول يرشيك يعني؟ اه طبعا، ده كان قدام رامي. اه اه الانتخابات هتحصل تاني، وهتخش المجلس، هتدخل المجلس من غير ما تتكلف اي حاجه المره دي. شوف بص، وهتخش المجلس زي ما انت عايز، وانت زعلان لان احنا قافلين لك، قافلين القاهره اليوم بقالنا 6 أشهر. انا كلمته كذا مره على قفله القاهره اليوم، فقلت له لا انا مش زعلان من بس كده، انت بتحارب الناس في ارزاقها مش انا بس. قال لي انت زعلان عشان صاحبك، صاحبك مش هيرجع، وانت ما ينفعش ترجع القاهره اليوم، مش هرجع القاهره اليوم، دوروا لكم على بنتين حلوين قعدوهم قدام الشاشه كده، انما انتوا الاثنين مع بعض مش هيحصل. ولو كنت عايز تقدم تعالى خد مكان محمود سعد، ما هو البرنامج ده اساسا بتاعك بالنص كده. فانا ضحكت قلت له ان شاء الله بشوفك الاسبوع الجاي. وطبعا مش عايز اقول لك بقى من 26 كنت بعمل لهم ايه في الشوارع يعني. لكن الموضوع ما وصلش للضرب، يعني رامي لكح قال لي ان كنت تم الاعتداء عليكم بالضرب. لا بالعصيان. لا لا انا اسف ما حصلش. لا انا اسف، بص انا مش محتاج اقول حاجه اوفر ولا محتاج اقول حاجه. طب انت فاكر حوار رامي لكح معايا مظبوط؟
رامي لك حال ان الدكتور سيد البدوي هو اللي خلاكم انتوا الاثنين، هو باعكم لانس الفقي. غير صحيح. كلمكم في التليفون وقال لكم روحوا قبلوا انس الفقي. احنا كنا كلنا في حزب الوفد. وانا جالي تليفون ورامي جاله تليفون وخرج رامي يقول لي في كذا 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 كذا. قلت له ده انا عندي 11 ونص المقاله، فبقول لهم انا عندي 11 ونص المقاله الصبح. قال لي لا ده احنا عايزينك 11 ونص بالليل مش 11 ونص بكره. الوزير عايز يشوفك. فروحنا للسيد البدوي وكان خارج من غرفته بعد ما كان عامل، السيد البدوي كان تحت ضغوط شديده جدا وكان عامل مؤتمر صحفي قوي اللهجه بشكل كبير قوي. قال احنا كذا حصل كذا كذا. قال خلاص انتوا عايزين ايه؟ قلنا هنروح. يعني انس الفقي ما كلمش سيد البدوي وقال له خلي شيردي ولك هيروحوا يجيبوا لا لا, لا 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 اعتقد هذا على الاطلاق، لان انا لا سيد البدوي اجى قال لي روح لانس الفقي. كويس؟ لا غير صحيح طبعا، ما اظنش يعني. ما تظنش ولا غير صحيح؟ بص انا بقول اللي حصل قدامي وانا في قلب الواقع. بس انا عايز افكرك بس بالكلام اللي قاله الاستاذ رامي لكح، ان هو لما هو حاول يكلم الدكتور سيد البدوي لقى تليفونه مقفول، وقال انه كانت توجد علاقه قويه بين البدوي والفقي والسيد رئيس جهاز مباحث امن الدوله حسن عبد الرحمن. انا بفكرك بس بالكلام اللي اتقال. اي رئيس حزب يعرف كل الناس ويعرف كل الوزراء، والذي يعلمه جيدا ان انس الفقي كان يتمنى يحرق الحياه وقناه الحياه دي كلها من يوم ما بدات اساسا. واعرف ان هناك ما صنع الحداد ما بينه كان وما بين السيد البدوي، كان اصرار السيد البدوي وتاكيده ليهم انه مش هيشتغل سياسه. كان في عقد شراكه ما بين الحياه والتلفزيون المصري من خلال شركه صوت القاهره، العقد الاعلاني المعروف اللي العقد الاعلاني المعروف ده اجى بعد كده. انا بكلمك على العلاقه البينيه بين، ما قد تكون العلاقه كانت سيئه وتحسن. انا دي حاجه بقى انت تعرفها. الله اعلم. بس انا بشوف ان الله اعلم ازاي انا بشوف ان المظاهر اللي قدامنا اللي بتقول ان في علاقات ايجابيه. انا ليا باللي اشوفه. انا لا اخمن ولا اقول لك. لكن ما حصلش ان سيد البدوي قال لك روح قبل انس الفقي. لم يحدث. لم يحدث. اوكي. هو لما انا قلت له قالوا عايزين تروحوا روحوا. قلنا له احنا قلنا لك عشان تعرف احنا رايحين. هل حاولتوا تكلموه كان قافل موبايله بعد كده؟ واحنا رايحين مع بعض. حاولتوا تكلموه؟ دي انا مش فاكرها. مش فاكرها. ليه؟ لان احنا خرجنا كل واحد فينا ركب عربيته، انا مش عارف رامي كلمه ولا لا. ثم انا كلمت السيد البدوي، بس خد بالك ان احنا كنا. ورد عليك؟ نعم. رد عليك. كلمته الصبحيه ما كلمتوش بالليل. بس خد بالك ان احنا كنا من 9 الصبح على رجلينا كلنا، وده 3 الصبح تاني يوم، وكان في مؤتمر صحفي وكان في اجتماع للحزب والهيئه العليا تاني يوم الصبح. فمش من المتوقع احيانا ان الساعه 3 ونص الصبح يكون البني ادم نايم. يعني ممكن. قلت لي طبعا لا الدكتور سيد البدوي لم يشارك في تصفيه جريده الدستور. اه طبعا. امال تعتقد ايه اللي حصل في الدستور؟ لا انا هقول لك ايه اللي حصل. اللي حصل في لحظه الخناقه. انا كنت قاعد في حزب الوفد انا واثنين من زملائنا مع الدكتور سيد البدوي في اجتماع ظهرا ظهر بعدين او بعد الظهر، في اللحظه اللي دخل فيها الاستاذ رضا ادوارد بالمشكله اللي حصلت معاه الصبح في الدستور. ثم عرفت بعد كده اللي حصل من السيد البدوي او الكلام اللي حصل بينه وبين رضا، لان انا انصرفنا من الغرفه. كويس. فالسيد البدوي كان قاعد ونزل عليه الخبر زي ما نزل علينا بالظبط بالخناقه اللي حصلت. كانت خناقه ضخمه قوي. شوف انا بحب ابراهيم عيسى جدا، وبالتاكيد الصحافه المصريه خسرت الدستور وخسرت ابراهيم عيسى، بس على راي السيد البدوي قال هو انا رايح اشتري قفص فاضي؟ ده هي الدستور كلها مبنيه على ابراهيم عيسى. وانا حضرت الاتصالات وهو بيحاول يكلمه يقول له يا ابراهيم طب عشان خاطري اكتب، طب تعالى الوفد، طب اكتب عندنا. يعني انا شفت ده بيحصل. قلت لي لا الوفد لا يغازل الاخوان والسلفيين رغم ان الوفد والاخوان تحالفوا. طب ما احنا تحالفنا مع كذا حزب تاني، اشمعنى التجمع والنصير يعني ما بتقولش عليه غزل؟ يعني عشان الاخوان انت عارف يعني برضه انت عارف ايه ثقل بقى وعندنا تجربه سابقه قبل كده في الانتخابات قبل كده انا عايز اقول لك والوفد خد كراسي كويسه لما تحالف مع الاخوان. لا انا اسف. في 84 الوفد وقرار ان احنا نسمح للاخوان بدخول الحياه السياسيه المصريه لانهم كانوا ممنوعين منها ينبع من ايمان الوفد باحقيه الناس ان هي تشتغل في السياسه. وان احنا ما بنحبش العمل الخفي. طب ما تدوا لهم حقهم انه يشتغلوا في السياسه. فادينا لهم مظله حزبيه يشتغلوا منها. وده كان قرار صائب جدا. قلت لي لا لم استولي على اراضي الخريجين. ده صحيح. امال ايه اللي حصل؟ ولا حاجه.
النظام نفسه بتاع تخصيص الاراضي كان غلط. تعظيم سلام. طيب هو انا اللي عامل النظام؟ انا رحت للوزاره قلت لهم يا اخوانا هذا المواطن الشاب بيقول ان من حقه ادي ورقه الطلب بتاعه طبقا للقانون. انا مالي هو انا محطوش فاهمني ازاي؟ اتفضلوا. بدليل ايه؟ انك لو تبص تلاقي اكتر من 1500 طلب اخر بنفس الطريقه وقدمتهم بنفس الطريقه واخدوا نفس التاشيرات. المساله في ايه؟ توفر الارض من عدمها. وعلى فكره الذي يعيب وزاره الزراعه ان عندها ارض، عندها ارض كتيره جدا، وكنت دائم الخناق ان الارض دي بتدوها لشركات او تبيعوها لمصالح ناس ومش عايزين تدوها للشباب. طب ما تدوها لهم يعني، ما تديها للشباب اللي مستني. ف هنطلع فاصل ونرجع تاني عشان اشوف محمد مصطفى شرطي هيقول لا لمين. فاصل انا هون. لا لا، رجعنا لكم تاني مع محمد مصطفى شردي. ولا محمد تقول لا لمين بشكل عام؟ للي ممكن يخرجوا اليومين دول لمجرد ان هم يعلوا صوتهم. يعني احنا اليومين دول شايفين مطالب مختلفه كتيره جدا، حاجات كتيره جدا طالعه، ودي بتاثر على سواء استقرار او عمل او انا اقول لهم لا، احنا ما عملناش الثوره علشان نهد البلد بعد كده بايدينا، احنا عملنا الثوره عشان نبنيها. تقول لا لمراتك؟ اه طبعا. في حاجات ايه اخر لا قلتها لمدام؟ قلت لها لا مش هاكل شوربه النهارده. بس كده. يعني انت متوقع ان انا يكون عندي الشجاعه اقول لك ان انا بقول لا لمراتي واقول لك قلت لا في ايه كمان؟ يعني يا راجل كفايه اول واحده. اه لا بس انا ممكن اقول لا حاجات كتير، بس لما تكون الزوجه فاهمه الزوج هي عارفه الليمتس ايه والحدود ايه في حاجات كتير. امتى هي قالت لك لا؟ في السياسه قالت لي لا كتير كرأي، سواء اخدت بيه او لا. ده صحيح، لان انا بحترم رأيها جدا. في حاجات ثبت ان هي كان رأيها صح، في حاجات ثبت ان هو ما كانش يعني صح قوي، انما في معظم الاوقات اللي اخدت برأيها فيه كان طلع صحيح فعلا. بتقول لا لأولادك؟ اه. اخر لا قلتها لأولادك كانت في ايه؟ اخر لا قلتها لأولادي لا مفيش سفر، انا عندي شغل. مين اللي غلطان في موضوع شاعر عبد الرحمن يوسف؟ انت وعمرو اديب ولا عبد الرحمن يوسف؟ لا طبعا عبد الرحمن يوسف ده اكيد. يعني استغربت جدا من اللي هو عمله. يعني انت داخل في برنامج ضيف قدموك بداتا او بمعلومات جايبينها من على الانترنت من على ويكيبيديا، انت شايف ان المعلومات اللي مكتوبه عنك غلط، واللي اتقالت تعرف بيعملوا مقدمه بسيطه كده في المية صغيره. ده ايه ده؟ احتفالا بعبد الرحمن يوسف، يعني احنا بنحاول نكبر عبد الرحمن يوسف القرضاوي. انا بقى معرفش ان انت مش عايز تقول اسم والدك، فانت زعلت ان احنا قدمنا وقلنا. مش عايز يقوله ليه؟ انا بقول لك هو زعل ليه. اول هو زعل عشان خاطر اتقال عليه قطري. لا انا اسف، انا اسف. ما انت ممكن تقول يا جماعه انا مش قطري، بهدوء شديد جدا. هو زعل ان هو كان مشترط ان لا يذكر اسم ابوه، وانا ليا الفخر ان يكون قاعد مع ابن العلامه والشيخ الكبير يوسف القرضاوي، وانا ابن مصطفى شردي وليا الفخر ان انا ابن مصطفى شردي، واللي قاعد جنبي ابن عبد الحي اديب وله الفخر ان هو ابن عبد الحي اديب، وانت ابن ممدوح الليسي وليا الفخر وليك. انت فاهمني ازاي؟ فانا لما حط الفيلم فوجئت بوشه بيتغير واحنا داخلين على الهوا على الكاميرا. لا واحنا ما ينفعش كده، وانا ما قلت له طيب انا هقدمك حق تقديمك وارجعوا للحلقه شوفوها. يعني اذا كان عبد الرحمن ما مشيش وكنت كملت الحلقه كنت هتعتذر؟ كنت هتصلح المعلومه؟ انا قلت له انا اعتذرت له ساعتها. قلت له انا قدمته تقديمه جيده جدا وقلت الشاب والثائر و و و و الى اخره عشان اعوضه. فوجئت بيه غاضب جدا، وبعدين بيقول ايه؟ بدا بقى يهين ويهاجم المعدين. احنا كل ده ما قلناش اي كلمه خالص، وعمر قاعد جنبي لم يعلق وسايب الموقف، وانا عمال اقول له يا اخي اصل ما انت شايف الويكيبيديا هي القايله، طب معلش طب كذا، بهدوء شديد قوي. فقال لا انا صحيح مش صحفي مشهور قوي زيكم، انما انا ممكن اجي اعلمهم ولو دول مش عارف كذا وراح مهاجمهم. فعمر قال له لا بعد اذنك بالنص كده حضرتك ما تهاجمش زملائنا في الاعداد. قال له لو مش عاجبكم اقوم امشي.
على الهوا. قال له خلاص قوم امشي. هيقول له ايه تاني؟ كلمته بعد الحلقه؟ لا خالص مكلمة. ولا اعرف رقم تليفون. لو جت مناسبه تانية ممكن تستضيفه؟ لا طبعا استضيفوش ابدا يعني. ليه؟ لان انا اول ما هشوفه هقول له استاذ عبد الرحمن يوسف القرضاوي اهلا بيك. امتى المصري ياخد الدوري تفتكر؟ لما ربنا ياخد بيده. انا ناقص ان انا اللي انزل العب في الاخر للنادي المصري يعني. انا اشجع المصري جدا والزمالك جدا. مش اهلاوي خالص ها؟ لا لا ما عندكش النيه ها؟ ولا والله انت الخسران. انا مش كده برضه. نرجع تاني نسال محمد مصطفى شيرت سؤالنا الاخير. فاصل بقى. لا مع مع ورجعنا لكم تاني مع محمد مصطفى شردي. ولا هسألك سؤال أخير بس عايزك تجاوب عليه بطريقة أبو العربي. أبو العربي ملوش طريقة. أبو العربي ملوش طريقة. اللغة اللي انتوا تسمعوها دي يعني دي ايه يعني؟ جاي منين اللغة دي؟ لا البورسعيدية ناس عندهم حميمية جدا ويتكلم من قلبه قوي. ماشي. انتوا بتاخدوا كلمة أبو العربي ان هي جزء من التريقة. انا ليا الفخر ان انا اكون ابو العربي. انا ليا الفخر ان انا اكون بورسعيدي. طيب هترد على السؤال بقى بطريقة بورسعيدي. ارد لك بطريقة بورسعيدي. طيب دلوقتي ايه لا ابو العربي اللي انت قلتها في حياتك والنهاردة ندمان عليها وعندك استعداد انك تقول عليها نعم؟ قلت لا مش هنزل انتخابات 95. لو عاد الزمن لا كنت هنزل انتخابات 95. كنت هتنزل؟ اه طبعا. وهتنزل 2011. يلا بينا نقوم نروح انا وانت. اشكرك يا محمد شرفتني ونورتني. كل سنه وانت طيب. اشكركم جدا. نلتقي بكره ان شاء الله. انا بعلم الصبر يصبر على صبر حبيب جرمه. انت مؤمن اصلا بالنوع ده من المعجزات؟ وهذه علامه شغلك هيقل. الناس هتحددك في مكان. اقول يا صبر. قلت لي نعم. اعلام مبارك اضطهدك علشان انت متدين. انما اللي مش موهوب وبيرطرط في الكلام ده ده يروح بعيد عننا. شريهان انقذتك من ازمه ماديه؟ انا ما بمثلش كل الوسط الفني. كنت بتقصد الماركسيه والعلمانيه؟ ان كان غيرنا حلي واحنا اللي مررنا. مبارك نفسه انقذك من السجن الحربي؟ شكسبير كان بيكتب كويس قوي بس كممثل وحش قوي. كنت تفضل ان يظل زواجك الاخير سري؟ يا رب هون عليهم واحنا صبرنا. لا مع مع عمرو الليزي. عمرو الليزي. انا واحد من اللي بيحبوا يقولوا لا. 25 سنه بقول لا. بس انا بقول لا علشان خاطرك انت. انا بقول لا لان لا دي ليها معاني كتيره جواها. بعد الثوره انت كمان مفروض تقول لا. بس مفروض تقول لا علشان تبني مش مفروض تقول لا علشان تهد. لا مش عيب. العيب هو ان احنا نقولها في الوقت الغلط.